ركزوا معي كثير، وصلنا على الدرس باليونت 2 يلي هي الليسون 3 اكسبريميسيجو. اكسبريميسيجو نحن بالاول قطعت معنا هذه العباره، هو التعبير عن الميول. سلام يا عمر، اوكي، هو التعبير عن الميول او الرغبات او الاشياء اللي نحن بنحبها. طيب كالعاده اول اثنين تيبل راح يكونوا للحفظ للمره الجايه. يلا اوكي يا احمد، بس ما تطول لانه بدي اشرح. احمد فيك تدلك شوي بس اشرح وبعدين نروح. ايوه الصلاة خلصت. طب ليك هلا، هو بس بدي اشرح فكره واحده وروح انت، تمام؟ فكره واحده هو كده بس كده كده كنت واخدها مع حضرتك من السنة اللي بعرف. طيب فاتت. يلا خلاص، يلا روح يا احمد. طيب شباب اسمعوني، اليوم درسنا عن الفيرب او ار. طبعا هني قطعوا معنا من قبل، بس الصراحة ما بعرف شو الهدف انه نرجع وحطوهم بهيدا اللسون، بس بغض النظر انا مجبرة اني اعطيهم، سواء انا اعطيتكم اياهم من قبل ولا لا، طالما هو درس موجود بهيدا اللسون. اول شيء بيقولوا لكم فيرب اون او ار يعني الافعال اللي بينتهوا قبل التصريف باي ار. هيدي هي. طيب شو هالافعال المنتهية باي ار؟ هون عم يفسروا لكم انه اوريدي الافعال تقسم لثلاث مجموعات. المجموعة الأولى هي اللي بتنتهي بـ ER، هذا اللي نحن هلأ بدنا ندرسه. المجموعة الثانية بتنتهي بـ IR، وطبعا أعطيكم إكزامبلات. وأفعال المجموعة الثالثة يلي هي فيها كوكتيل من كل شيء. هرجع عيد. هلأ أوكي، إذا المجموعة الأولى بتنتهي بـ ER، المجموعة الثانية بتنتهي بـ IR، المجموعة الثالثة كوكتيل اي ار ار اي او اي ار، تمام؟ طيب نحن بس هون عم ناخذ فكرة عن الثلاث مجموعات. هلا لتصريف افعال المجموعة الاولى بكل بساطة حيكون في عنا نهايات معينة اعممها على كل الافعال، واللي هي مع الجو او، مع التو او اس، مع ال ال او، مع النو او ان اس، مع الفو او زاد، مع الال والال او انت. طبعا هذا انا حاكي فيه قبل هلا وكثير، شوفوا مع الجو او، مع التي او اس، مع الال ال او، مع النو او ان اس، مع الفو او زاد، مع الال والال او انت. نفس المبدا او او اس او او ان اس او زاد او انت، او او اس او او ان اس او زاد او انت. ولكن هون هني اكثر شيء حطوا افعال الميول، يعني هم صرفوا لكم هول الافعال بهدف انه تعرفوا انتم بس بدكم تتكلموا عن ميولكم او الاشياء اللي بتحبوها، فانتم المفروض تقولوا يا بحب، يا بفضل، يا بكره. هيدا بحب، هيدا بفضل، هيدا بكره. اوكي لهون في حدا منكم عنده اي سؤال؟ اسلام جنات، حدا عنده منكم سؤال؟ اسلام طلع اصلا. هو ما دخلش المسألة، لحظة دخل. اسلام انا ما شفته كان موجود، رجع خرج يعني. يلا هو مثل ما بعت على انتم. الجروب قال لحظة ودخل. اوكي طيب، هيدي الشغلات مهمة كانت له هو. طيب يظل الفعل في المصدر دون تصريف في الحالات. هلأ أنا بالعادة بيكون عندي الفعل ما منصرفه بسببين، إذا إجا قبله فعل تاني مصرف، مثلا شوفوا ماري أم شانتي، ماري تحب أن تغني، سوري. طالما أنا هون عندي أول فعل في 1 هو أم، الفي 2 دغري بحطه بالمصدر من دون تفكير، يبقى لما بيكون في عندي فعل مصرف في 1 وبدي يجي وراه فعل بحطه بالمصدر فورا. طيب شو السبب الثاني؟ لما يكون عندي الحروف الجر ا بور ودو، بس يجي حروف الجر ا دو وبور ويجي وراها فعل رح احطه الفيرب كمان المصدر يلي هو اي ار. تمام بليز، مين عنده سؤال؟
تمام. هلا طبعا هيدا الدرس هون هيدا كله له علاقة بتصريف الفعل تبع المجموعة الأولى فوق، فعلى السريع رح نسويه. فو طبعا رح اختار اللي فيها زاد، جي رح اختار اللي فيها أ. خليني أعمل دور. يلا رح نبدأ مع هنبدأ بالعكس. جنات يلا، نادين إنوها شو رح تختاري لهم أي فعل؟ السلام. ايه اي برافو عليكي، لانه ال افيك اس. يلا يا جيدة، جو بريفير، عندي هون فيرب بريفير يا جيدة، اي فيرب بعده راح اختار؟ جيدة اذا قلتي الجواب انا ما سمعت. لا أنا سمعت جوجو اه اوكي ريجاردي برافو. الأولى لأنه ليش؟ لأنه اوريدي أنا عندي فيرب، دونك في 1 وفي 2، الفي 2 بيكون بالمصدر. يلا يا محمد، نو شو بحط الفيرب؟ أوكي نو شو بحط أي فيرب معه؟ هات عربي الشاشة عشان سؤالات بي بي محمد نو، يعني نو او ان اس. نو الفيرب شو بياخد معه؟ محمد انت مالك حافظ النهايات تبعت الافعال؟ نو شو بتاخد على طول؟ معروفة هيدي. طيب لو نسيت شوف الأفعال فوق مع النو، شو أخذ الفيرب؟ هلا محمد عم تسمعني؟ طيب محمد شكله عنده مشكلة. يا جماعة مع النور رح تكون ديسينو. حبيبة لامي دو مارك شو رح تختاري؟ محمد بس تسمعني حكيني. هتكون أمي سي برافو. بعدين ساندرين ام، بعد ام رح حط فعل مصدر لأنه فعلين، مصدر ديتست اي. بنكمل يلا، أنا بحل شوي وبترجعوا بيجي الدور. تو رح أختار اللي فيها اس. Je suis pour، حرف الجر بور وراء مصدر، و تو دايما أ و أس. وينه؟ تمام يلا نفس المبدأ. يلا نرجع لعند جنات. جنات منونك شو رح تختاري معاها؟ لا اوكي. اي وحدة قلتي لي يا جنات ما سمعت حبيبتي؟ منونك يعني كأنه إيل. اه سي اوكي يا جنات تمام. ال حبيبة شو رح تختاري؟ الأولى مين في عندي كمان؟ عندي جيدة. يلا يا جيدة، جو شو رح تحطي لها؟ ما فيني يعني مين لكن ما سمعت يا جيدة شو قلتي؟ ثاني واحدة ثانية. تمام محمد عم تسمعني؟ مامير ادور، مي فوازان دو كارتيه رح نحط جو، انت جو رح حط كوليكسيون بي او،
نو راح نحط بريفيرو، فو راح نحط اي زاد، لي كوبين دي ما راح احط او انت، ماري الوي راح احط برضو او انت. هلا هون الضمائر مع الاو اس تو، مع الاو جو، مع الاو il او جو، بريفيرون نو ديتستي فو. وصلنا على البارت الثانية، وإن شاء الله اللي طلع يرجع يدخل لأنه أنا ما حارجع أعيد الشرح. كمان نحن درسنا عن الفور نيجاتيف. الفور نيجاتيف، طيب جماعة خليني أتأكد بس مين موجود. أوكي أول شيء في عنا الفور نيجاتيف. شو يعني فور نيجاتيف؟ الفور نيجاتيف يعني the negative form in English، تمام؟ بس نحن النيجاتيف فورم عنا بتكون هي كلها عبارة عن حرفين، النو والبا، حروف النفي أو أدوات النفي هن فقط نو والبا. وطبعا نو وبا مكانهم الأصلي دائما نو قبل الفعل المصرف والبا بعد الفعل المصرف. طيب شوفوا معي كيف بيقولوا لكم تنفى الجملة إذا كان في عندنا ظرفي النفي. مثلا لو أنا بقول سؤال il regarde la télévision، فبدي جاوب بنو لأنه بديها منفي، فبقول لا il ne regarde pas. شوف وين الفعل، الفعل هو regard يشاهد، فبحط النو قبل الفعل والبا بعد الفعل. دايما وين الفعل؟ النو قبله والبا بعده، وانتبهوا دايما بطلع على الفعل المصرف مش على الفعل اللي بيكون مصدر، تمام؟ هلا طبعا النو والبا يا جماعة إذا إجا بعد فاول ما فيني يحط نو ام با، بدي يحط ان ابوستروف ووراها با، فقط ان ابوستروف ووراها با. يبقى بكل باختصار لما بدي انفي جمله ادوات النفي هن نو وبا، دائما النو قبل الفعل والبا بعد الفعل. ولو كان انا عندي فويل باول الفعل او اشميه يعني فاول، النو راح احط بداله ان ابوستروف، وطبعا البا رح تدل بمكانها بالاخير. طيب جنات، اكثر شيء بدي اسال جنات ومحمد لانه الباقيين بيعرفوا هيدا الدرس باكيد للكل السؤال، بس تحديدا جنات ومحمد في شيء مش مفهوم؟ تمام اوكي يا جنات ومحمد، تمام تمام. جماعه البارت الثانيه بتقول اذا انا كان عندي عند النفي أدوات تتحول للنكرة، نكرة أدوات النكرة بتتحول لدو ودي أبوستروف. طلعوا معي أن بتصير دو، دي بتصير دي أبوستروف أو دو، إلا لو إجت هيدي العبارة ويا ريت تحطوا لي إياها بنظركم بطريقة منيحة لأنه هي العبارة بيحطوها كتير مشان يضيعوكم. ماشي كونسول، تمام. الا هي العباره، هي العباره يلي انا بقول فيها سي، سي ابوستروف اي اس تي، بس تشوفوا لا هيدا صور، لا هيدا مسميين جديد صار شيء على ابل تي في يعني تي في يونت. طيب اذا بس تشوف السي ابوستروف اي اس تي كل أدوات النكرة راح تفضل نكرة ومش راح تتحول ولا شيء، تمام؟ السي ما بغير فيها الفعل، قالوا لي ما عدا إذا كان الفعل المنفي آتر. طب هل عندي بس سي يا تيتشر؟ لا عندي كمان واحدة يلي هي أختها بس بالجمع سوسون. أوكي يبقى بس لشوف سي وسوسون أدوات النكرة رح خليهم مثل ما هن وما أحولهم.
تمام. فإذا بس هيدي سي وسسو في شو ظرف بولت يا إسلام. إسلام رح أرجع عيد هالبارت، ركز معي كثير. بس حضرتك ايه ندهت عليكم كلياتكم لانه انا شرحت دو بارتي. هلا احمد انا بعرف انك بتعرفهم بس اسلام ما بيعرفهم. اللي راح يصير ان انا راح ارجع اعيد هيدي البارت على السريع. اسلام نحن عم نحكي عن الفورم نيجاتيف، عن النفي. لما انا بحكي عن النفي يعني انا لازم انفي الجمله. ادوات النفي، يا الله انا كنت عم بحكي مع حالي. اسلام طلع ورجع دخل. لا انا معك يا شو انا دخلت اوكي. طيب اذا ادوات النفي هن نوبا، كيف النيجاتيف فورم؟ نفس النيجاتيف فورم بس انا بدي احط نوبا. ادوات النفي دائما لما بدي انفي الجمله انا مجبوره احط نوبا. نو الاول بيجي دائما قبل الفعل المصرف والبا بعد الفعل المصرف. تمام. مثلا الجمله نو ايل وريغارد، فالنو قبلها والبا بعدها، النو قبلها والبا بعدها. طب غير هيك لو اجت انا عندي الجمله تبدأ بفاول، النو رح حولها لان ابوستروف واخلي البا زي ما هي، الان ابوستروف والبا زي ما هي. طيب شغله تانية، لما انا بدي احول الجمله المنفيه عندي ادوات النكره كلياتها رح تتحول لدو ودي ابوستروف، باستثناء لما بتشوفوا هيدي سي ابوستروف اي اس تي واختها تبعيه الجمع سوسون. بس لتشوفون هول الاثنين الادوات النكره تبعيتهم رح تفضل زي ما هي مش رح تتغير. تمام. اسلام تمام. احمد اللي دخلوا هلا يا جماعه تمام. اسلام تمام. تمام. اما لما بيجي عندي فيرب امي يعني انا عندي هون لو، هل منغير أدوات المعرفة؟ لا، نحن حاليا بس عم نحكي عن تغيير أدوات النكرة. أوكي. وحكينا قبل بالدروس الماضية كنا بنحول الأرتيكل بارتيتيف يعني أدوات التجزئة اللي بنستخدمها مع الأطعمة والمشروبات، بس المعرفة ما بتتغير. طيب هلا لو إجت جملة فيها فعلين V1 الفعل الأول وV2، طبعا كنا أخذنا بالبارت الصغير اللي كان أحمد وإسلام مش موجودين فيها إنه سبب من أسباب أنه نحط الفعل الثاني بالمصدر هو يكون عندي V1 يعني فعل أول مصرف، فبالتالي الفعل الثاني رح يكون فوراً بالمصدر. أوكي. هلأ إذا إجت عندي بالجملة فعلين كيف بحط النفي؟ نحن قلنا أدوات النفي بتجي عند الفعل المصرف، وين المصرف؟ ليكون، فبحط النو قبله والبا بعده. طلعوا جو نيم با، يبقى حطوها براسكم. ادوات النفي بتجي على الفعل المصرف فقط فقط، النو دائما قبل الفعل والبا بعد الفعل. ادوات النكره رح تتحول ل دو ودي ابوستروف ما عدا لو اجت السي ابوستروف اي اس تي وسسون. تمام. أوقات بيقولوا لكم إنه نحن فينا ننفي من دون ما نحط أدوات النفي. لما بكون أنا قايلة أنا بحب وبرجع بقول أنا بكره، سو هيدي نفي ولكن بطريقة تانية، نفي باستخدام ضد الكلمة. طيب رح نبلش بحل الإكزرسايزز. إكزرسايز هيدا يلا رح نبدأ مع محمد. محمد جو ني با، جملة منفية شو بحط؟ ها يا عمر. داش ونص يعني عمر انت مش سامع ولا نحن ولا انت بدك سامعنا ولا انت مش قادر تحكي ولا كيف؟ هلا بجد
طيب محمد، شو رح نحط بالجملة المنفية؟ اتفقنا نحن من شوي، شو بنحط للجملة المنفية؟ طيب خليني أسأل ناس بتعرف وبعدين انتقل للناس الجديدة يلي هلأ أول مرة بتاخد درس. أحمد، شو رح حطي أحمد؟ دي ابوسكم. رح حطي أبوستروف لأنه نحن اتفقنا بالجمل المنفية أدوات النكرة رح تتحول لدو ودي أبوستروف. حبيبة، الجملة الثانية tu es française, je ne suis pas française. هون بدي أحط يا أكيد، بس حبيبة أنا ما بدي إياكي كنتي تحلي هيدي، فحلي اللي وراها اعملي معروف. سو ني با تروس، شو رح تختاري؟ إن حبيبة قولي لي ليش حطيتي إن ما حطيتي دو مع إنه الجملة عشان منفية. خاطر في سي برافو فمعناها ما بنغيرش الأداء. برافو. جايدة، مارك نابا، جملة منفية يا جايدة، شو بتحطي؟ أيوة دي لا سي. دو، برافو عليكي. جنات، جو نيم با، انتبهي جنات هون جملة منفية ولكن فيها أفعال الميول، شو بتاخد أفعال الميول بالعادة يا سوري يا جنات؟ هل بتاخد أدوات النكرة ولا بتاخد دو ولا بتاخد أدوات المعرفة اللي ما بتتغير؟ أوكي جنات، نحن قلنا هرجع عيدها، بالجمل العادية أدوات النكرة رح تتحول، بالجمل يلي فيها سي وسوسون ما رح نغيرها، بأفعال الميول رح نحط أدوات المعرفة. احفظيها، أفعال الميول ما انا بنحط قلت لها، معرفة. فكرت معرف شو تعرفي. أوكي لا تمام يا جنات، برافو عليكي. أوكي إسلام، مرسي يا جنات. لا ما بدي هيدي أنا بعملها. تيا أليف، هل لديك كتاب؟ جاء ان كيه، فرح اقول لا انا عم جمله منفيه ما فيها سي ما فيها شيء، شو بتحط لها؟ تاي يا سيس، تاي. ها اسلام، يا جماعة ليش ما عم تردوا؟ طيب شو عم بيصير معكم؟ قولوا ما بعرف، منها مشكلة بس ما انه ما تردوا. قلت بقى سي اسلام عيد، شو قلت؟ سي سي سي، برافو عليك. تمام، لا ليش سي؟ لا ويت اسلام، نحن ما قلنا الجملة العادية وقت النفي شو بنحط لها؟ لا دي ابوستول دي اس اللي كانت زي ايه سي دي ابوستروف او دي اي، مظبوط. طب هون عندي دي اي، بحط الدي اي ماشي. الا يا اسلام قلنا بحالتين ما بنحط الدي اي او دي ابوستروف. الحاله الاولى لما بيكون في افعال ميول انا مجبره احط حروف حروف المعرفه، ولما بيكون في عندي سي وسسون برضو. فيك تحطي لي الاخبار ولا بدك ترجعي تهدري؟ طيب رح نكمل. تو يا ان ستيلو، محمد انت معي يا محمد ولا لا؟ محمد اوكي، مين في بعد؟ جماعة هوني بدي جاوب بطريقة منفية، بدي جاوب بطريقة منفية، يعني اول شيء لازم حطوه نو نو، شوفوا معي. فمنحط نو يعني كلا، أول شيء بكل الأجوبة لما بدي أنفيها نفي بدي جاوبها منفية فرح حط نو. طب تمام، غير النو شو بحط؟ جماعة أنا لما بسألكم حبيبة كومون تو تابل، شو بتقولي لي؟ أنا مش عارفة بيها. لما بسألك أنت شو اسمك شو بتقولي لي؟ جو. جمعة بالحبيب. طيب شو عملتي هون؟ حولتي التوب السؤال اللي هي اليو لاي لجو، هذا نفس المبدا مثل الانجليش. مابلو مابلو، امبارح امبارح خربوا الدنيا بنص بيروت. اسكتي اوكي ايش حصل؟
طيب شو اللي بيصير هون؟ التو يلي هي انت، لما بسألك لألك انت رح تقلي انا، ما رح تقلي انت، صح ولا لا؟ لما بسأل يا احمد عملت دفوارك حتقلي انا عملت دفواري، لما بقول لك يا حبيبه انت درستي حتقلي لي انا درست، لما بقول لي جنات انت اكلتي حتقلي انا اكلت، لما بسأل اح محمد بقول له يا محمد انت فهمت الدرس، بيقول لي انا فهمت الدرس. سو التو اللي هي اليو رح تتحول لجو، تمام؟ تمام. فبحط جو وبدي احط ادوات النفي. هلا الفعل هو أ، كمان مع الجو الفعل بصير اي اي، فبحط ان ابوستروف اي اي جوني، بعدين اداه النفي الثانيه اللي هي با، ودي ستيلو رح تصير دو وستيلو، تمام؟ حارجع اعيد. لما بيكون عندي سؤال وأنا لازم أجاوب منفيا، أول شيء بحطه لا كلا اللي هي نو. تاني شيء السوجي السبجكت لو كان يو رح أحطه آي، اليو يعني تو، لما بيكون عندي تو رح أحولها فورا لآي، إذا التو حولتها لجو. طيب بحط أداة النفي نو أو الأن أبوستروف، الفعل عندي اي اس مع الجو بصير اي اي، فبصير جوني، وطبعا وراها اداه الفعل الثانيه، اداه عفوا النفي الثانيه دي رح تتحول لدو. طب جماعه بليز مين ما فهم هيدي البارت تعرف وارجع عيد. طيب رح نعمل هلا بالدور، كل واحد فيكم رح يعمل وحده. رح أبدأ مع رح بلش رح شوف كم جملة أصلاً، أو إني بالأول 6 7. طيب أنا كم حدا عندي؟ أحمد، إسلام. 8. طيب أنا بدي أطلب هلأ بلش بالناس اللي ما بتعرف، وبعدين بسأل الناس اللي بتعرف. أوكي إسلام، أنت هون عندك tu as des copains anglais. نحن قلنا لما بدنا ننفي الجملة شو بنعمل يا إسلام؟ أول شيء بالجواب نجيب نو. برافو عليك، أول شيء بحط نو. تاني شيء الضمير اللي هي تو يعني يو بحوله لشو بالجواب؟ أجي برافو إسلام. طيب طبعا بدي أحط أدوات النفي اللي هي نو أو أن أبوستروف، حط أن أبوستروف لأنه أنا أصلا عندي آ. طب إسلام الآ مع الجو يعني الفيرب فيرب أفوار مع الجو شو بياخد؟ AI تمام، AS بتصير مع الجو AI. طب كمل لي أدوات النفي شو بحط وراها؟ تكملة أدوات النفي، حطينا النو بالأول شو بنحط بعدين بالآخر؟ ها؟ با يلي هي با. طب تمام إسلام الدي شو بنحولها بالنفي؟ من شوي قلنا ها دي اي، ما نحن قلنا يا اسلام يا منحط دي اي بدل ادوات النكره او منحط دي ابوستروف، صح ولا لا؟ الور بحط دي اي وبكمل الجمله. وضحت الفكره يا اسلام؟ تمام ولا نص نص؟ ها اوكي احمد، ما فهمت يا اسلام شو قلت؟ والله ما عم بسمع يا اسلام، حسستك عم تحكي من تحت المي. ممكن تعيديها مره كمان؟ اوكي يلا حعيدها كمان حتى عمر طلبها هي الشغله. ركزوا معي، رح اعمل ارجع الاولى تو يا دي ستيلو. انا عندي سؤال، المفروض فيني لما بدي اجيب نيجاتيف ما بطريقه منفيه اول شيء بحطه هو النو، عشان انا بقول لا انا مش بعمل كده، تمام؟ طيب الخطوة الأولى نو، الخطوة الثانية subject هي تو، فدايما لما بيكون السبجكت عندكم بالإنجلش يو رح يكون الجواب تبعكم اي. مثلا لما بقول لك can you read this sentence أنا عم بسألك لألك، فرح تقول لي نو و اي،
اي، اول شيء اي، سو تو، شو الاي تبعيتها؟ جو. اوكي، هلا بعد الجو، يعني هون بدي احط الفعل، ولكن احنا اتفقنا انه ادوات النفي بتجي قبل الفعل وبعد الفعل، سو بحط الان ابوستروف علشان الفيرب هو اي اس. شوفوا معي اي اس، كيف بصير الفعل اي اس مع الجو؟ مع الجو الاي اس رح يصير اي اي، جو ني، أداة النفي الثانية با، الدي اي اس قلنا فوق كل أدوات النكرة رح تتحول لدي اي. طيب الدي اي اس مش من أدوات النكرة بلا يا مس، سو رح تكون دو، وأكمل ستيلو. تمام. طبعا يا جماعة تحويل السبجكت من يو لآي، يعني من تو لجو، بس بيكون لما بيكون في تو. لو أنا عندي ضمير مثل هو وهي خلص بخليه زي ما هو ما بغيره. التغيير في الضمير هو فقط لما بيكون عندي تو. طيب رح شوف مين في عندي. محمد هون؟ محمد اي مش حلو. يلا يا محمد، بدنا نعمل التالتة. شو أول شي بس بسويه لما بدي أعمل جملة منفية يا محمد، أو جواب منفي؟ شو بحط بالأول؟ بالأول الصوت عم يطول كتير لا يروح على فكرة. محمد أنا بدي أقول لأ أنا مش كذا، أو هو مش كذا، سو اللأ يلي هي نو، يلي هي يعني بالفرنسي نو، صح ولا لأ يا محمد؟ مش حكي سامعك. تمام طيب إيه سامعتك محمد، أنت سامع؟ اوكي سامعك. تمام. محمد رامي، هل هو أنا أو أنت؟ لا أغيره للضمير ولا لأ؟ رامي لنو أنا ولا أنت؟ بتركه زي ما هو. بحط رامي. طيب بدي احط النو او الان ابوستروف، عندي اي اس تي، سو بحط ان ابوستروف اي اس تي، بحط وراها با، وبكمل الجمله. فهمت يا محمد ولا لا؟ أنا مستمع. طيب الجمله اللي بعدها، عمر عندك هي الجمله، ركز معي. علي ام ريغاردي لا تلفزيون. بالجمل المنفية أول شيء رح أحط دايما نو، فبحط نو. السبجكت هون عندي هو علي، لانو تو، لانو أنت ولا يو، دونك بحط علي. لازم أحط أدوات النفي لأنه بدي بلش بالفعل، عندي الفعل أم وي نو علي، مش علي نو، أم، فبحط أن أبوستروف أم ووراها البا، وبكمل الجملة. هيكون إسا في عنا كم جملة رح إسا سويهم أنا، وركز على كل نقطة مشان الكل يفهم. تو دانس لو راب، تو يعني اتس مين إنه أنا عم بحكي معك أنت يو. سو أول شيء اتفقنا إنه حنحط نو. تاني شيء تو رح تتحول لشو؟ مين في اللي؟ يعني بس أنا رجعت الزوم طلعني فجأة، بس مش راضي اوكي يدخل. مش مشكلة. سو يا جماعة التو رح تتحول، اليو رح تتحول لشو؟ عادي أقول أنا بس قول يا أحمد. جو. جو مزبوط، لجو. تو بحط جو يلي هي الآي، بحط وراها أدوات النفي جو نو. الدانس بشيل منها الأس لأنه أنا بصرف مع الجو، ومع الجو ما بياخد أس، بحط البا وبكمل الجملة. هل بغير اللو أداة المعرفة؟ لا، نحن اتفقنا أدوات المعرفة ما بنغيرهم. بليز ركزوا معي لأنه للحصة الجاية بتكون تراجعون وبدي أرجع أسألكم فيهم. أمير كوليكسيون لتامر كمان نو. السبجكت هو أمير، بخليها زي ما هي، بحط النو، بحط كوليكسيون، اعتبروني كتبتها، وبحط با، وبكمل الجملة. لحد هون حدا عنده أي سؤال ولا تمام؟
تمام. تمام. آخر وحدة بقى سوسون، أنا وياكم اتفقت إنه بس تشوف سوسون وأختها سي يعني أدوات النكرة مش رح تتغير. تمام، هيدي سوسون اختها سي، دونك بحط سو، الفعل هو سون، سو نو سون، وبا وراها دي رح تدل، دي مش رح تتغير. ليه؟ علشان عندي سلسون وسو أو سي يلي ما بتسمح لأدوات أدوات شو النكرة أنها تتغير. تمام، الحصة الجاية بترجعوا بتراجعوا هيدا الدرس يا جماعة لحالكم، وبتراجعوا كمان الدرس الأول لأنه بدي أسألكم فيهم. الدرس الأول يا إسلام أنت ما كنت موجود، ركز معي رح أقوله على السريع. الدرس الأول هو أفعال المجموعة الأولى، أنا قبل هلأ شرحته بس لازم نرجع يكون عندنا فكرة عليه، يلي هو بيتصرف مع الجو أو، مع التي أو أس، مع الإل أل أو، مع النو أو أن أس، مع الفو أو زاد، مع الإل والآل أو أن تي. هون حاطين لي ثلاث أفعال اللي هن أفعال الميول، عشان أنا لما بدي أقول بحب أو بفضل أو بكره درسنا كله عن الميول، أستخدم هدول الأفعال بهيدي الطريقة. ايه ايه حبيبتي، ايه جنت، اكيد. طيب تمام، رح نرجع على الاكسرسايزز اللي نحن كنا تركناهم. جماعة كتير بسرعة كتير بسرعة، كل واحد رح يعمل دور وبعدين انا رح كمل وبرجع كل واحد بيعمل دور. رح اقرأ الجملة وعلى السريع بدي، او لا هبلش انا وبعدين ببلشوا انتو الدور. Ton ami te demande ta date d'anniversaire, qu'est-ce que tu dis؟ صديقك بيسألك عن تاريخ ميلادك شو بتقول له؟ رح قل له لو 9 ماي اي مون انيفرسير، ورح قل له جو فات مون انيفرسير لو 3 جوان. تون امي تو دوموند تون اج، كاسكو تو دي؟ صديقك بيسالك عن عمرك، انت هتقول ايه؟ رح قول جي 15 ان و سي 15 ان. تون امي فرونسي تو دوموند لو ويك اند اون ايجيبت، كاسكيل دي؟ بيسالك عن الويك اند بمصر، فانت هتقول ايه؟ هو عفوا حيقول ايه؟ كان لو اي لو ويك اند اون ايجيبت، و كالي جور اي لو ويك اند اون ايجيبت، هي نفس الجمله يعني اي يوم. تون بيتي فرير تو دوموند جوان سي كوا، كاسكو تو دي؟ اخوك بيسالك شهر جون هو شو؟ شو بتقول له؟ ايه ايه اكيد وصلنا لحد فين، حاعطيكم كل اللي اخذناهم يا اسلام. فراح نقول سيت ان موا، سيت ان نو دو موا يعني اسم شهر، او سيت ان موا دو لاني شهر بالسنه. Tu demandes à ton ami quand est la fête d'anniversaire، بتسأل صديقك متى عيد الميلاد، فبيقول لك متى متى. رح قول elle est le lundi soir، la fête est 11 mai. بتسأل صديقك عن تاريخ ميلاده شو رح يقول لك؟ Tu demandes à ton ami sa date، اي انت شو رح تقول له؟ بتسأله عن تاريخ ميلاده فبقول quand tu es né، متى ولدت، وكالي داتا دو نيسانس، ما هي تاريخ ميلادك. Tu demandes à ton ami la date aujourd'hui، بتسأله عن تاريخ اليوم شو رح تقول؟ كالي لا دات aujourd'hui، la date aujourd'hui c'est quoi. Tu demandes à ton camarade de classe son âge، بتسأله عن عمره شو رح تقول؟ بقول tu as quel âge، oui j'ai 16 ans et toi. Ton ami te demande le lieu de la fête، مكان الاحتفال، qu'est-ce que tu dis؟ Allez chez moi, la fête est au club. Un copain t'offre un bracelet، صديقك أهداك سوار comme cadeau، كهدية، شو بتقول له؟ Merci beaucoup, je te remercie. يلا نبدأ بالدور. يلا يا حبيبة ابدأي. Tu demandes à ton ami son cadeau préféré, qu'est-ce que tu dis؟ تمام، انت بتسأل صديقك ايه هي هديته المفضلة، هو هيقول ايه؟ ايه صح؟ صح، ايه ده، هو اللي بيسأل، ثانية، هو اللي بيسأل، حبيبة فهيقول انت اللي بتقولي ايه، انت كان كادو بريفري اول واحدة، و كال كادو تو بريفيرتيام، والتانية ايه و سي، والتانية تريبيان كاسكو تيام كوم كادو. تمام، يلا يا احمد. تو فرير اساسا، اخوك عمره 16 وانت كمان عمرك 16، شو بتقول؟ واختار رحت الاختياريني بس
مش هتأكد بس. اختيارين اختيارين. ماشي. اي و بي اللي هو نصومني بي اوكي اي لا. فاني. ثانية ثانية، أنا مش شايف اختصاص. هلا أيوة فيك تقولها على فكرة، فيك تقولها، بس اصل الافضل نصوم جيمو، أيوة يعني نحن نصوم توأم. جمي، نصوم وي جمي. تمام، يلا رح نكمل مع اسلام. يلا يا اسلام، تي دوموند ا تو كوبان سا دات دانيفرسير، انت بتسأل صديقك عن عيد ميلاده، شو بتقول؟ شو قلت؟ دي دي tu fêtes ton anniversaire quand مظبوط، والتانية ها؟ اي الأخيرة اي كلي تادات دانيفرسير. تمام؟ يلا يا جيدة، سي لانيفرسير دو تو كامراد، عيد ميلاد صديقك، شو بتقولي؟ Bon anniversaire. Oui. Oui, anniversaire. Joyeux anniversaire. Gannat, ton père te demande, tu invites à ton anniversaire. Tu invites qui? Baba qui بيسألك مين عزمتي على عيد ميلادك. Qu'est-ce que tu dis? Je vais te dire. Si oui, i. لا لا لأنه سمي سي ايه، و ليش مش ايه؟ اسمعي، ليش مش ايه؟ لأنه ما هقول للبابا أنا عزمتك على عيد ميلادي، بدي أقول له أنا مين عزمت. فمي كامارات دو كلاس أصدقائي في الفصل، ومي كوبان أصدقائي. تمام؟ عمر تمام. عمل لي اللي بعدها، رح أقرأ لك إياها وأنت حط لي الأجوبة بالشات. تون أمي تو دومون تا دات دو نيسون، صديقك بيسألك عن تاريخ ميلادك، كيسكو تو دي؟ شو رح تقول؟ يلا يا محمد، ton ami te demande le jour, qu'est-ce que tu dis? صديقك بيسألك عن اليوم، شو راح تقول له؟ مش عمر أنت يا عمر، مش عمر أنت، عمر الثاني. عمر بسيوني. محمد سامعني؟ 19، إيه يا عمر؟ طيب رح كمل انا. تونامي تو دوموند لو جور، فرح نقول نو سوم ماردي وي سي ماردي. اوكي محمد بدك تساعدني ب 21. تو دوموند ا تونامي فرونسي لو بروميي جور دو سيمان ان فرانس، بتسال صديقك عن اول يوم بالاسبوع بفرنسا، فشو رح تقول؟ اوكي، شو رح تقول؟ اعطيني الاجابات على الشات. أسرع شوية يا شباب. عمر يلا، مهدي إلي تون أمي تو دوموند تا دات دو نيسانس، لا بيسألك عن تاريخ ميلادك أنت، تاريخ ميلادك أنت. فأوكي الأولى هيدي تمام، وي سي لو 11 جوان. أوكي الأخيرة، تو دوموند أ تون أمي سون جور بريفيري، كيس كيل دي؟ رح يقول جام لو فاندردي، اليوم المفضل عنده، أو le mercredi c'est mon jour préféré. يلا يا محمد رح اقول لك شغله، انت بتسال عن اول يوم بالاسبوع بفرنسا، فشو رح تقول له؟ بدك تقول له اي يوم هو اول يوم الاسبوع بفرنسا، يعني واي وحده، يعني اي و سي. تري بيان، تمام رح كمل هول انا. لا مش رح كملهم، رح ننزل لتحت. il verb avoir رح يكون il a, nous رح تكون avons, tu رح تكون as, dans ma chambre j'ai apostrophe ai, vous avez, les filles ont. بنكمل عندي أليس et Marie رح نحط on لأنه جمع. monsieur بتكلم مع حضرتك يعني واحد،
فوزات رح اختار ني هيدي لانه واحد نو سوم لو 5 افريل طب جماعه هيدا نو سوم لو 15 افريل جو سوي ني لو 11 ماي لو في 11 نحن قلنا الحروف لو في 11 لو في 8 رح حط له عادي نو سوم او موا دو ديسمبر بشهر ديسمبر ما سور اني بحط او مع السنه لو بير دو صلاح اي ني رح حط الاكسون لانه هو مذكر مفرد اليكس اي توا ولدين ف افيك اس نيكولا اي ني لو 20 مارس مارك اي موا نو سوم ني ان مارس لانيفرسير دو تيو اي ان اكتوبر طيب هيدي البارت رح ارجع ابعث لكم اياها ضمن الاشياء اللي لازم تراجعوها كومون تي كوبا رح تكون سون لانه جمع جادور لا بي دي اي توا جو تنفيت رح اختار الاو لانيفرسير دو لورا سي سي اون بوند ديسيني عشان مؤنثة مونامي اي غورمون لانه هو بتكلم عن هو لا شامبر دو نيكولا اي بيان رانجي رح اختار الاميه اوني لو 1 اكتوبر لا فيت اي شي موا يعني عندي طب لو حدا عنده سؤال يا ريت يقول لي شباب صبايا في حدا عنده سؤال لا شكرا لا يا شكرا اوكي شوفوا معي قولوا بسم الله وشوفوا معي ثلاث صفحات هي دفوار واحد انا ليش عم اصورهم من هلا طيب خليني اصورهم واحد اثنين سهلين يعني ما تقولوا ثلاث صفحات هي كلها كلمة وتشوزز يعني مش انه طيب هون هيدي رح نتركها بقى للمرة الجاي الحصة الجاي بس لا حجاوب عليهم هلا للاسئله اللي فوق اوكي الاسئله اللي فوق كيس كو تو في اتفاد انيفرسير فيني اقول جاشات دي جاتو فيني اقول جو في ان جاتو اي كل كادو تو يام جام مثلا كل واحد فيكم بيقول هو شو بيحب ككادو انا مثلا ممكن احب مثلا تي شيرت غيري يحب سيرفيتمون كل واحد قد شو بيحب كان اوت اي تون انيفرسير متى هو ميلادك فبقول كانت اسم حاطه الواجب هلا انا حبعتهم كلهم على الجروب حبيبتي كلهم ولو انت حابه تشتغليهم هلا هن 153 152 151 اوكي كان اي تون انيفرسير متى هو تاريخ ميلادك فبقول مون انيفرسير وبحط تاريخ ميلادي اي لو كذا تو فيت تون انيفرسير وين بتعيد عيد ميلادك جو فيت مون انيفرسير شي موا يعني ببيتي كان تو يي ني متى ولدت فبقول جو سوي ني وبحط تاريخ الميلاد او تو يي ني جو سوي ني مثلا اون ايجيبت او بيا اون عربي سعوديت على حسب رح نعمل واحد بس مقال نيميرو 1 عليكم نيميرو 2 انا بعمله الحصه الجايه سي كلير يا ريت يا ريت بس تقولوا لي انه احنا خلصنا باقي لنا بس واحد اكزام ممكن نعمله المره الجاي بس انه خلصنا هيدا الشابتر باقي لنا بس المقال اللي انا بدي اعمله طيب جماعه اليوم هلا انا بس عندي حصه بعدكم وبعدين بودي هودي شو لازم تراجعوا شو لازم تحفظوا قبل ما نسكر معنا هلا خمس دقائق على السريع رح اعمل ابعث لكم على الجروب الكويز تبعي تسميعه الارقام لتحلوها تمام اوكي تمام يلا مع السلامه